خلينا كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال كلمة في بداية هذا الاحتفال الكبير. خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن محمود الخطيب في كلمته اليوم ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بستأذن حضراتكم نقف دي احداد روح ابنائنا من شهداء القوات المسلحة. تفضلوا. شكرا. في الحقيقة النهاردة بمر 48 سنة 48 سنة على انتصار اكتوبر العظيم، الانتصار اللي هيفضل طول عمرنا او هنفضل طول عمرنا فخورين بيه وعايشين بيه قدام العالم كله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري كله بخير وسلام، كل سنة وقواتنا المسلحة درع الوطن درع الوطن وسيفه، كل سنة وجيشنا العظيم مصدر العزة ومصدر الشموخ. كل التحية لأبناء القوات المسلحة وكل التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. احنا مهما اتكلمنا النهاردة عن انتصار اكتوبر وعظمته وقيمته مش هنقدر ابدا نديله حقه. انتصار اكتوبر يحتاج كتب مش صفحات ولا كلمات، لكنه هيفضل عنوان كبير جدا للعسكريه المصريه وشرف كبير جدا للعسكريه المصريه. الحقيقه مش عايز يفوتني النهارده كمان ان يعني اتكلم عن رجال النادي الاهلي، رجال النادي الاهلي العظام ودورهم الوطني في حرب اكتوبر. لما فتحوا ابواب النادي لتدريب الشباب وللمتطوعين اللي قدموا كل جهدهم وارواحهم وانضموا لابطال القوات المسلحه في هذه الملحمه التاريخيه. احنا من هنا من النادي الاهلي نادي الوطنيه عايزين كلنا نتعاهد ان روح اكتوبر تفضل موجوده في كل عمل وفي كل مجال، تدفعنا وتدفع كل مؤسسات الدولة دايما لقدام، ندعم ونساند علشان ننجح في معركة البناء والتطوير اللي بيقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتمنى كمان إن ذكرى أكتوبر تجدد جوانا كلنا الدوافع الإيجابية علشان بلدنا ومصلحة بلدنا، وهو ده الأهم. وأنا بختم كلامي عايز أوجه تحية أخرى وتحية تانية وتالتة للقوات المسلحة ورجالها الأبطال. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني كلمة رائعة الحقيقة من الكابتن محمود الخطيب. زي ما هو قال الكابتن خطيب قال إن روح أكتوبر يجب أن تكون متواجدة معانا دائما في كل حاجة بنعملها. نتمنى إن ده يحصل دائما في الأيام القادمة، لأن روح أكتوبر بالفعل كل اللي يفكر إيه اللي حصل في 6 أكتوبر بيعرف قد إيه إن كان هناك شيء مستحيل وتم تحقيقه بعزيمة وإصرار وإرادة المصريين والجيش المصري، وبالتالي كل حاجة ممكن يتم تحقيقها في مثل أو بمثل هذا التفكير الكبير أو بمثل هذا التفكير الرائع الحقيقة، تفكير حرب أكتوبر المجيدة. نتمنى إن شاء الله إن احنا الفترة اللي جاية كلها بالكامل يكون دايما تفكير حرب أكتوبر في دماغنا ونقدر نشتغل بيه في الأيام القادمة.